مدينة تمسناء دشناها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله سنة 2004. ولمن يتذكر أطلق المسؤولون أو المسؤولين عن السكنة والتعمير آنذاك منشورات ومذكرات موجهة إلى كل من يرغب في شراء بقعة أرضية في المدينة. هكذا كتبوا في بلاغهم: بقعة أرضية في المدينة. وفعلا جاءوا مع الذين لا يستهان به من الذين يعنيهم الأمر والذين يرغبون في شراء البقعة، وكان عددا كبيرا من المواطنين، ربما تعدى العدد الذي كانت تنتظره السكنة والتعمير. وما زلت أتذكر مكتبهم الذي كان يوجد بالشارع المؤدي حاليا إلى أمل واحد وجوج، وكانت طوابير الناس لا تنقطع منذ الصباح الباكر حتى وقت إغلاق المكتب المشؤوم. ولما رأت السكنة والتعمير هذا الحشد الهائل من الناس الذي يأتي يوميا للاستفادة، فكرت وقررت وربما لم تدرس، وجاء النصابون واللصوص والسماسرة واقترحوا عليهم إلغاء مشروع إنشاء منازل منفردة، اقترحوا عليهم مكانها عمارات. هذه هي الهمزة وإلا. وبدأ استقبال المقاولين الأجانب ومنهم الأسيويين، وكنت أتذكر مقاول أندونيسي في أول الأمر، مصحوبين بمغاربة كتغطية. ولما أحس المقاولون المغاربة بخطر مضايقة المقاولين الأسيويين والإسبان لهم، قرروا تنحيتهم من المشروع الهمزة، وكذلك كان. واتفقوا فيما بينهم وأفلسوا الشركات الأجنبية ليستولوا على المدينة كلها، وصاروا يعتون فيها فسادا بمثل هذه البنايات التي لا تشرف المدينة ولا سكانها. وأصبح كل مقاول ينجز مشروعه في أي مكان وفي أي طرف من المدينة بدون خجل وبدون احترام التصميم الأول المدروس لهذه المدينة. وصار كل مقاول أو كل مقاول يغرد في جهة والسكنة تبارك له في جهة أخرى. ولا أعرف هل كانت شركة العمران موجودة آنذاك أم لا. المهم مشكلة تمسنا يبقى على عاتق كل مسؤول مكلف بالتعمير أو بالتخطيط أو بالتسيير لهذه المدينة، لأنهم كانوا يتساهلون في رخص البناء بدون شرط، وكانوا يتركون المقاولون يشيدون عماراتهم بدون مراقبة ولا تتبع الأشغال، وكانوا يتساهلون معهم أكثر في تسليم رخص تسليم السكنة حتى ولو كانت العمارة ما تزال في طور البناء، يعني لم تنتهي بعد، لم تنتهي بالكل. والنتيجة كما رأينا وكما ترون وكما سترون، والأمر يومئذ لله.